برعاية عقيلة رئيس الجمهورية هيرو إبراهيم أحمد، افتتح في قاعة المعارض في متحف السليمانية معرضا للفنان التشكيلي العراقي المغترب منصور البكري، حيث تم توجيه الدعوة له للمجيء من ألمانيا إلى كردستان العراق لإقامة هذا المعرض وعقد سلسلة من الندوات في جامعات الإقليم. من دواعي الفخر والاعتزاز أنه يدعو مجلة سيخورما الفكاهية اللي تصدر بسليمانية، و صار له 15 سنة دا يصدر كأول تجربة كاريكاتيرية بالكردستان، أن يدعو الفنان الكبير منصور البكري لإقامة معرضه الخمسون اليوبيل الذهبي في مدينة السليمانية، والذي نعتبرها مفخرا لمدينة السليمانية بأنه نستضيف فنان كفنان منصور البكري اللي له باع طويل في مجال الفن، وخصوصا فن الأطفال وفن الكاريكاتير. البكري كانت السعادة تغمره وهو يفتتح معرضه الخمسين في وطنه وبين محبيه، حيث عرض عشرات اللوحات التشكيلية والكاريكاتيرية المعبرة. معرضي في سليمانية أولا يعني للكثير، لأنه صار رقم 50، يعني اليوبيليوم الذهبي، هذه يعني هاي مناسبة ما يحتفل بها الإنسان كل مرة بالعمر يعني، وصارت في قلب كردستان، صارت في سليمانية. معرضي حاليا هو دعوة من أصدقائي الأعزاء هنا في سليمانية، اللي هم كانوا يواكبون ويعرفون ويقرون مجلتي، وأني كثير فخور بي وفخور بكل الناس اللي قدموا لي مساعدة واللي جوي، فخور بقناة الفيحاء اللي قدمتني أكثر من مرة للجمهور، وصاروا أهل وأصدقاء. مسؤولية كبيرة تقع على عاتق وزارة الثقافة في استقطاب المثقفين والمبدعين ودعمهم بقدر المستطاع، بدلا من التفريط بتلك الكفاءات ونسيانها في متاهات الغربة. هنا مدي باشتي على الكوتوة وزور ليزانانا. شاهدنا اليوم إبداعا وليس غريبا على فنان كمنصور البكري، نمتلك الكثير من العقول والكفاءات والتي مع بالغ الأسف تبدع في المهجر. العراق بأمس الحاجة لإبداعهم داخل العراق، نأمل من الجهات المعنية أن تثمن دور المثقف العراقي أكثر وترعاه. العراق حاضر في كل زاوية من مرسم الفنان منصور البكري، ولطالما كان يرى بغداد في مخيلته وهو يطل من شباك مرسمه على شوارع الحي وسط برلين، ليستوحي من شوقه لها فكرة تبدع فيها فرشاته. موهبته كانت تحاكي خيال الأطفال في بداية انطلاقاتها، واليوم وبعد سنين من الغربة ازدادت تلك الموهبة إبداعا لتحاكي كل طبقات المجتمع. إنه الفنان منصور البكري. من السليمانية، زينب ربيع، الفيحاء. نشرتنا مستمرة.